13 شهر 11 موضوع الدعايات اللي كيطلسوا مشات الكاذبة على حساب المحبس وسميتو، بينما دابا هاني انا في المحبس، مقر المحبس، ها هما الديار وها هما السكان وها هما التجار وها هما لاكريمات وها هو كل ما هو حاجة مستقرين، والبيع والشراء كل ما هو كل حد يمارس المهنه ديالو. هذا الوشات والادعاءات الكاذبه لا اساس لها من الصحه، ولا ما كاين شيء يستدل في المحبس الا لمن نيلو لاحقو كل ما هي حاجه لاحقتو. ثانيه اللي احنا اللي نتكلموا اللي حضرنا من 74 الى اليوم هذا يكفي. يعطي المثل القافلة تمشي والكلب تتنبح، دعايات للوشات الكاذبة هذا لا أساس من الصحة. ثانية احنا مغاربة ومع وراء صاحب الجلالة محمد السادس، ثانية احنا مع الحكم الذاتي الصحراء ولا يكذب حد ولا يسميته، وهذا اللي يطبلوا ويقولوا الهضره الخاويه وسميته راه لا اساس لها من الصح. احنا رانا في المحبس في مقر المحبس، واحنا الحمد لله عايشين في هاي الارض من نهار خلقنا، ما هن بحر جيناها ولا مسلفينها ولا ما عارفينها ولا عارفين كل ما هي بلاصه. الارض مغربيه واللي بغى مغربيه واللي كره مغربيه. لا دائما انا هنايا في المحبس ما وصلنا شيء، ما سمعنا شيء. الدعايات ديال البنادم راكم عارفينها، والسلام عليكم. هادشي هذا لا اله الا محمد رسول الله، الله ينصر سيدنا والجيش، حنا وراه ليلا ونهارا. المحبس كيما كتشوفوا فأمان وفطمئنان. فاللي بغى يشوف الجماعة دي هي، يشوف السوق ذا هو، يشوف الزفت النيلو ذا هو، يشوف المشاريع اللي في طور الإنزاز والمشاريع اللي نزلت والضوء ذا هو. سمعتوا؟ وذي الدعايات الكاذبة اللي لا أساس لها من الصحة لحقها توفى. هذه الكذوبات اللي ديال البوليزاريو والله ديال المنظمات ديال الخلاء. اللي بغى يشوف على انه يشوف ذا الرئيس ديال هذه الجبهه ديال البوليزاريو اللي محكوم عليه بلوشارج في اسبانيا وفي فرنسا. وانا عندي اخبار على انها في المخابرات ديال اسبانيا، وكنت في اسبانيا في شهر 3 ولا 4 وباتصالي مع المخابرات ديال اسبانيا، على انه روشارج الساعة اللي يطرح كراعه في اسبانيا ينقبض، والساعة اللي يطرح كراعه في فرنسا ينقبض. وهذه المنظمة اللي تتبع هذا الرئيس وتتبع خلاها اش دور؟ تجي تشوف المحبس اليوم كيفاش صبح، شوف 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 القشالي كيفاش دايرة، شوف صفوف القوات المسلحة الملكية كيفاش دايرة، شوف المشاريع اللي انتزت في المحبس. يا اللي بغيت تشوف شوف شنو انجز في الأقاليم الجنوبية من طنجة إلى القويرة. يا اللي بغيت تشوف حصك تعيش في اطمئنان وتعالى لولادك وبعد من الخروقات اللي ما هي دالة على شي. فهمتوني؟ حنا كنعيشوا فلله الحمد وله الشكر تحت راية سيدنا الله ينصره، اللي كون عايشين تحت ظل
سلسلة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ملوكنا العلويين من سلسلة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما أننا عايشين تحت ظل شقاعة من الأوهام اللي ما هي دالة على شيء. أنا راني بايت هون في المحبس وجاي البارح من قليميم، بايت هون ما سمعت شيء ولا رأينا شيء. يكون الأمن والحمد لله على بلادنا وينصر سيدنا، واللي قال عن المحبس مسوا شي ولا لحقوا شي يجي هو يوريه لنا، يوريه فينا هو. احنا رانا وسط المحبس، راعي لك الدشره وراعي لك الناس وراعي لك قهوه مفتوحه وراعي لك رجلي، الحمد لله على كل حال. يا ربي رانا حامدينك وشاكرين. نحن نقف اليوم على ارض المحبس، هذه الارض التي ارتوت بدماء ابائنا واجدادنا، ونقول على أنه لا للحرب، نعم للسلم. ندعو أيضا المنتظم الدولي وكل الفعاليات المدنية الحقوقية الدولية والمجلس الأمن إلى جعل هذه الأطراف تقف مرة أخرى على طاولة المفاوضات وإقحام أو إشتراك الفاعلين السياسيين المحليين المنتخبين الشباب الذين اليوم يعني يريدون فتح لقاءات ومؤتمرات شبابية مع إخواننا وابناء عمومتنا في الضفة الأخرى، من أجل يعني توحيد الرؤى تحت خيار واحد ووحيد، دون يعني وهو الحكم الذاتي الذي يكفل حقوق جميع الساكنة، سواء التي هنا أو تلك التي وراء الحدود. لا للحدود السياسية، لا للحدود يعني حدود التي الشائكة ذات الأسلاك الشائكة، نعم للحدود يعني للحدود التي تحترم كل دولة سيادتها. ونقول أيضا على أن الشباب اليوم يعني يطمح ويأمل في إتمام هذه التنمية مع كفالة حقوق جميع هذه الساكنة، شبابا شيبا نساء. ويقولوا العرب على أنه اللي قط جبر الشر، يعني ما يقولوا وني. نريد تغليب لغة العقل، نريد نبذ سياسة إراقة الدماء التي يكفي على أنها سالت العديد منها على هذه الأراضي. ونقول أيضا مرة أخرى على أن الحكم الذاتي يبقى هو الخيار الأوحد والاستراتيجي لضمان كافة حقوق هذه السكنة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بصفتي مواطن ساكنة جامعة المحبس، واليوم سمعنا هاي الاشتزازات الكاذبة لا أساس لها من الصح. نرانا في بلادنا وفي وطننا راه ما لحقنا شيء، وهاي الاشتزازات ذا اللي قال هو الله يدعى بها يتحمل مسؤوليته، وحنا رانا حمدنا مولانا في وطننا وفي بلادنا. ما هذا الشيء اللي سمعنا اليوم واللي تتداول به الامور، حنا رانا ما شفنا منه شيء ولا المحبس راعيه. اللي يعرفوا سواء كان قديم او جديد راعي المحبس الحمد لله، وجماعه المحبس وساكنات المحبس راه ما عندنا شيء، لا متحرك عندنا شيء ولله الحمد. وحمدنا مولانا وحنا في وطننا وفي وطننا مجندين وراء صاحب الجلاله الملك الحسن محمد السادس نصره الله. وهذا الاقوال الزائفه اللي يقول هو اللي يتحمل فيها مسؤوليته، وحنا رانا في وطننا. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.